حل معادلة x اثنان كتساوي a. إذا حل المعادلات التالية: x اثنان كتساوي 9، x اثنان كتساوي 6، x اثنان كتساوي 0، x اثنان ناقص 1 كتساوي ناقص 1. إذا هنا لدينا، غادي نبداو المعادلة الأولى، هنا x اثنان كتساوي 9، هنا يمكن لينا شنو نديرو؟ هاد 9 نحولها للطرف الآخر، نغيرو ليها الإشارة. إذا شنو غتعطينا؟ ناقص 9. حنا مكنعرفوش نحل معادلة من الدرجة التانية، نحاولو نكتبو على شكل معادلة من الدرجة الأولى. نلاحظ بأن x اثنان ناقص 9 يمكن نكتبها على شكل متطابقة هامة، لأن عندنا x اثنان ناقص 9 ما هي إلا 3 و اثنان كتساوي 0. هنا عندنا متطابقة هامة، x زائد 3 عامل x ناقص 3. إذا غادي نعملوها غتعطينا هادشي. وكنعرف بأن القاعدة ديال الجداء منعدم، يعني أن x ناقص 3 كتساوي 0 أو x زائد 3 كتساوي 0. إذا x يساوي 0 ناقص 3 أو x تساوي 0 ناقص 3. يعني x يساوي، هنا حولنا ناقص 3 يولي زائد، 0 زائد 3 اللي هي 3، أو x يساوي ناقص 3. إذا حل لي المعادلة هما ناقص 3 و 3. هذا بالنسبة للعملية الأولى. ثم عندنا لدينا المعادلة الثانية، x اثنان يساوي 6، يعني أن x اثنان ناقص 6 كتساوي 0. العدد اللي عندي روس اثنان معطيني 6، يمكن نستعمل التعميل هو جد مربع 6، إذا ناقص جد مربع 6 أس اثنان كتساوي 0. هذه x زائد جد مربع نعملوها، عامل x ناقص جد مربع 6 يساوي 0. إذا يعني أن x ناقص جد مربع 6 كيساوي 0، أو x زائد جد مربع 6 يساوي 0. x يساوي 0 زائد جد مربع 6، أو x يساوي 0 ناقص جد مربع 6. x يساوي 0 زائد جد مربع 6 اللي هو جد مربع 6، x يساوي ناقص جد مربع 6. تنحلي المعادلة وهما جد مربع 6 وناقص جد مربع 6. ثم عندنا المعادلة الموالية، لدينا x اثنان يساوي 0. إذا x اثنان يساوي 0، شنو هو العدد اللي عندي رو؟ و اثنان ويعطيني 0، إذا كاين عدد واحد اللي هو 0. إذا المعادلة لها حل وحيد هو 0، يعني إلا عوضنا x بصفر غادي نلقاو 0، ما كاين حتى شي حل آخر. ثم لدينا x اثنان يساوي ناقص 1، x اثنان يساوي ناقص 1. حنا كنعرفو بأن إلا كان الأساس ولا إلا كان الأس ديال واحد القوة زوجي، يعني اثنان فواحد الزوجي، الإشارة ديال هاد العدد أو العدد كيكون موجب. هنا عندنا x اثنان كيساوي ناقص 1، واش كاين شي عدد اللي عندي روس اثنان يعطيني ناقص 1؟ ما كاين حتى شي عدد اللي عندي روس اثنان يعطيني ناقص 1، وبالتالي المعادلة ليس لها حل. إذا في الحالة المعادلة ليس لها حل. إذا بصفة عامة، إذا كان عندنا واحد المعادلة كتكتب على شكل x اثنان كتساوي a، إذا خدينا الحل ديال المعادلة، شنو ديال المعادلة x اثنان كتساوي مثلا 9، هما اش؟ ناقص 3 و 3 اللي هو جد مربع ديال العدد 9 اللي عطاتنا 3، ناقص جد مربع العدد 9 اللي هو ناقص 3. ثم نفس الشيء هنا، إذا خدينا x اثنان كتساوي جد مربع 6، العدد اللي عندي روس اثنان هنا جد مربع يعطينا 6، هو العدد جد مربع 6 أو لا ناقص جد مربع 6. قاعدة، إذا كان A عدد موجب، يعني موجب قطعا أكبر قطعا من صفر، إذا كان A موجب قطعا فإن المعادلة x اثنان تساوي A، فإن المعادلة x اثنان كتساوي A لها حلين هما جد مربع A وناقص جد مربع A. إذن هذا هما الحلين ديال هذه المعادلة. أما إذا كان A كيساوي صفر، يعني إذا كان A كيساوي صفر، فإن حل المعادلة x اثنان كتساوي A هو العدد صفر، إذا الحل الوحيد اللي هو صفر. ثم عندنا الحالة الأخيرة، هو إذا كان A عدد سالب، يعني أصغر قطعا من صفر، عشان نقول أصغر قطعا من صفر يعني سالب، فإن المعادلة x اثنان كتساوي A
ليس لها حلا. إذن ليس لها حلا. إذا بصفة عامة هذه هي القاعدة اللي عندنا. إذا كان عندنا واحد المعادلة اللي تكتب على شكل إكس استثناء كتساوي أ، كنشوف أ إذا كان موجب عندنا جوج ديال الحلول اللي هما جد مربع أ وناقص جد مربع أ. أما إذا كان أ كتساوي صفر عندنا حل واحد اللي هو صفر اتنين. أما إذا كان أ سالب عدد سالب فالمعادلة ليس لها حل. عندنا مثال، لدينا إكس استثناء تساوي أربعة. إذا إكس استثناء كتساوي أربعة، إذا أربعة فهو اللي كيعمل الدور ديال أ فهو أربعة، أربعة عدد اللي هو موجب، وبالتالي منه حلي المعادلة هما أش جذر مربع أربعة وناقص جذر مربع أربعة. أي إلا خدينا جذر مربع أربعة شحال هو اثنان، وجذر مربع أربعة هي ناقص اثنان. إذا مباشرة محتاج نديرو داكشي اللي درنا في الأول. ثم لدينا مثل المعادلة الأخرى إكس استثناء تساوي ناقص سبعة. في الحالة إلا خدينا ناقص سبعة فهو عدد سالب، وبالتالي المعادلة ليس لها حل، ومنه المعادلة ليس لها حلا. ثم غادي نشوفو مثال آخر. لدينا مثلا المعادلة إكس استثناء تساوي مثلا تلاتة عشر. إذا بما أن 13 عدد موجب، بما أن 13 عدد موجب قطعا يعني أكبر من صفر، فإن المعادلة لها حلين هما جذر مربع 13 وناقص جذر مربع 13. ثم من بعد غادي نشوفو التصحيح ديال واحد التمرين التطبيقي. نحل المعادلة التالية إكس استثناء زائد تلاتة كتساوي صفر، إكس استثناء كتساوي 11، إكس استثناء كتساوي 121، إكس استثناء ناقص 25 كتساوي صفر، إكس استثناء 4 كتساوي 5، ثم 7 إكس استثناء كتساوي 5. إذا لدينا إكس استثناء كتساوي 11. إلا خدينا أ فهو كيساوي 11، و11 فهو عدد موجب. إذا بما أن 11 عدد موجب يعني أكبر قطعا من صفر، فإن المعادلة تقبل حلين هما جذر مربع 11 وناقص جذر مربع 11. إذا مباشرة لدينا إكس استثناء زائد 3 يساوي صفر. إذا في هذه الحالة غنحاولو نردو جذر 3 للطرف الآخر، إذا إكس استثناء تساوي صفر، نحاولو الطرف نغيرو ليها الإشارات، ولي ناقص جذر مربع 3، صفر ناقص جذر مربع 3 ناقص 3. إذا بما أن ناقص 3 عدد سالب، فإن إذا المعادلة في هذه الحالة إن المعادلة ليس لها حلا. إذا المعادلة في هذه الحالة ليس لها حلا. ثم غادي نشوفو المعادلة الثانية. لدينا إكس استثناء تساوي ولا ناقص 25 تساوي صفر. إذا غادي نحاولو نردو 25 للطرف الآخر، نشوفو إكس استثناء تساوي صفر زائد 25. إكس استثناء تساوي صفر، لأن العدد اللي كنحاولو من طرف لطرف نغيرو ليه الإشارة. إذا صفر زائد 25 اللي هي 25. إذا بما أن 25 عدد موجب، فإن المعادلة تقبل حلين وهما ناقص جذر مربع 25 وجذر مربع 25. أي ناقص 5 جذر مربع 25، بما أن كان جذر مربع 25 اللي هو 5، يعني أي ناقص 5 و 5. ثم نشوف المعادلة الموالية. لدينا إكس استثناء يساوي 121. إذا إلا خدينا 121 فهو عدد موجب. إذا بما أن 121 عدد موجب، فإن المعادلة تقبل حلين هما ناقص جذر مربع 121 وجذر مربع 121. وبما أنني كنعرف جذر مربع 120 كيساوي يعني 100 جذر مربع 121 اللي هو 11، إذا ناقص 11 و جذر مربع 121 اللي هو 11. ثم عندنا المعادلة الموالية. لدينا إكس استثناء على 4 تساوي 5. وأنا اللي عندي في القاعدة عندي غير إكس استثناء كتساوي أ. إذا باش نتخلص من 4 هنا يكفي نضرب هنا في 4. إذا غادي نضرب في 4 إكس استثناء على 4، حتى الطرف الآخر غادي نضربو في
4 إلى 5 ضارب 4 نختزل بها، أعطتنا إكس أس 2 تساوي 20. إلا خدينا 20 في هذه الحالة فهو عدد موجب. إذن بما أن 20 عدد موجب فإن المعادلة تقبل حلين هما ناقص جد مربع 20 وجد مربع 20. لدينا المعادلة 7x2 تساوي 5، يعني هنا خصنا نخلصوا من العدد 7 اللي هنا، يكفي نقسموا هنا على 7 ونقسم الطرف الآخر على 7. 7x2 نقسموها على 7 و5 غادي نقسموها على 7. إذا نختزلوا بها تبقى عندنا x2 تساوي 5 على 7. إذن بما أن 5 على 7 فهو عدد موجب، إذا خدينا 5 على 7 فهو عدد موجب، إذن فإن المعادلة تقبل حلين هما ناقص جد مربع 5 على 7 و جد مربع 5 على 7. إذا ناقص جد مربع 5 على 7 و جد مربع 5 على 7. وبهذا كنا سينا التصحيح ديال هذا التمرين التطبيقي. واللي عنده شي سؤال ولا استفسار خلينا في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله.